Bonjour chers élèves, une autre fois. Alors, il y a un pour la suite de la vidéo précédente. C'est quand il y a un peu très bien. Alors, le cas où le cas où l'un des dénominateurs est multiple de l'autre. Il y a la comparaison. La comparaison, il y a le moqarana. On écrit les nombres avec le même dénominateur. On va voir l'adresse de l'extérieur de juge. Il y a un maqam wahid. Il y a un wahid ou un maqam. Il y a 12. Il y a 4. Il y a 4. Il y a 4. Il y a 4. Il y a 3. Il y a 4. Il y a 3. Il y a 15. Il y a 12. Il y a 1. Il y a 2. Maqam. Il y a 4. Il y a 4. 15 كبيرة على 13 إذن 15 إذن هذا العدد هذا هو اللي غادي يكون أكبر إذن هادشي اللي عندنا هنايا bien. Alors là de moyenne dit 12 est égal 4 fois 3 donc 12 est un multiple de 4 là de moyenne 5 à 4 ضربنا 3 هي 15 à 12 on compare alors 15 sur 12 et 13 sur 12 dit 13 inférieur strictement à 15 donc هذه أصغر نقراوها أصغر قطعا يعني غنشوفوا هاد الرموز هذه أصغر قطعا باش يكون واحد الشريطة هنا تنقولوا أصغر أو تساوي لأن هذه انفيريور ستريكتومون هي أصغر قطعا دونك عندي 13 على 12 صغر من 15 على 12 سيتادير 13 على 12 صغيرة من 5 على 4 طيب يعني ألوغ نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هادي Je vois la propriété. Si deux nombres ont le même numérateur, alors le plus grand, le plus petit est celui qui a le plus grand dénominateur. Le pastime, يعني اللي كتكون كبيرة هي اللي تكون عندها أصغر مقام. Très bien. Alors هنا نشوف المقام. هذه 7 وعندي 5. إذا شكون الكبيرة هي اللي عندها أصغر المقام هو 5 مفهوم اذا لاحظوا معايا علاش لان دابا 3 3 3 هنا علاش مقسومه غير 5 المرات ولكن هنا مقسومه 7 المرات اذا هذه هي اللي غادي تكون كبيره اللي تلاحظوا معايا هادو اللي تحطوا في الفروض بزاف يعني الطلبة باش يقول لي قارن تنشوف واش الى عندهم نفس المقامات تنقارن البسطين الى عندهم نفس البسطين تنشوف المقامات ولكن باش يكونوا عندهم نفس البسطين في حالة لوكا هادي اللي عندها اصغر مقام هي اللي كتكون كبير داكوغ الو دابا نشوفوا لا كومباري دي فراكسيون ا ان دابا نشوفوا نقارنوا الاعداد الكسريه مع واحد اذا لاحظوا معايا A et B sont deux nombres entiers tels que B différent à 0. Et A ou B juge la tête sahiha, yani anti sahiha, yani me fais passer là, tel que B différent à 0. بحيث ان ب تخالف صفر دائما تنحطو هاد الشرط هذا يعني باش ما يكونش عندي ب تساوي صفر شي مره سي ا اصغر من ب اصغر قطعا الوغ ا سور ب اي بلو بوتي كو ان انا لاحظوا معايا هنا باش يكون عندي A صغر من B يعني إلا درت A على B وقارنته مع واحد كي تيكون تيكون صغر من واحد ولكن إلا كان A كبر من B وقسمت A على B تيكون كبر من واحد الخارج تاع A على B تيكون كبر من واحد هنايا نشوفو هاد ليكزومبل عندي 4 أكبر من 3 دونك 4 على 3 كي دايرة أكبر من 4 على 4 اللي هاد 4 على 4 شناهي هي واحد بون إذن دائما انتو ما تردوش البال هذا 4 على 4 باش ما تدوخوش 4 على 3 غنقارنها مع واحد شكون يكبر 4 على 3 ولا واحد شكون كبير 4 اكبر من 3 إذن 4 على 3 كبيره من واحد داكو هاي عاوتاني جوج اصغر من 3 إذن جوج على 3 مع واحد كي غتكون غتكون صغيره علاش لان جوج صغر من 3 دابا نعطيكم ان اوتر اكزومبل قلت لك مثلا واحد اصغر من جوج غتقارن ليا واحد على جوج مع واحد اذا واحد على جوج كي غتكون تكون صغيره من واحد ولكن كون درت العكس كون درت جوج على واحد غتكون كبيره من واحد داكوغ دابا نعطيك مثلا ثلاثة كديرة مع خمسة صغيرة عليها اذا الا درت ثلاثة على خمسة كي غتكون صغر من واحد
داكوغ، درت مثلا سبعة كي دايرة مع جوج كبيرة عليها، إذا سبعة على جوج كي دايرة غتكون كبيرة من واحد. إذا هذه هي لا كومباريزون افيك لو نومبر ان. يعني هنايا باش نقارنو لي فراكسيون ا مع الرقم واحد. تخي بيان. Alors maintenant, on va voir la multiplication de nombres en écriture fractionnelle. يعني جداء ديال الأعداد، الأعداد الكسرية، يعني جداء أعداد عددين أو ثلاثة أعداد كسرية. Très bien. Propriété خاصية pour multiplier deux nombres en écriture fractionnelle باش يعني نمultiplier باش نضربو جوج الأعداد اللي تكتبو على شكل كتابة كسرية. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. كانت سهلة، هادي سهلة، تنضربو البسط في البسط والمقام في المقام. هنا باش قالك باش يكون عندي أ على بي مضروبة في سي على دي، يعني شنو كندير؟ هاد البسط في البسط والمقام في المقام، أ في سي مقسومة على بي في دي. داكوغ؟ ألوغ أفيك بي ديفيرونت أ زيرو إي دي ديفيرونت، ولكن لاحظوا معايا هنا درنا بي تخالف صفر وكذلك دي، علاش؟ لأن المقام دائما خصو يكون تيخالف صفر. و دي يخالف صفر. الوغ هنا شنو كندير؟ اف سي على بي في دي. اكزومبل ان، عندي 5.24 مقسومة على 2.1، فاش ضربناها في 2 على 3 شنو كندير؟ 5.24 تنضربوها في 2 والمقام في المقام هي 2.1 مضروبة في 3، و تنحسب البسط شحال كيعطيني 10.48، و جداء ديال المقامين تعطيني 6.3. كذلك هنا 7 على 8 مضروبة في 5 على 3، تندير البسط في البسط والمقام في المقام. 7 في 5 على 8 في 3 هي 35 عطاتنا هنا، وهي 24. لاحظوا معايا عندي كا بارتيكولي، يعني حالة استثنائية أو حالة خاصة. multiplication de a sur b par c باش يكون عندي واحد الكسر نضرب واحد العدد. لاحظوا معايا هاد العدد هذا c كنضرب هذا راه بسط. لاحظوا معايا اون اف ا على بي نضربها في سي شنو كتساوي؟ ا على بي نضربها هاد سي. هذه علاش مقسومه؟ شنو هو المقام ديالها؟ هو واحد، لان اي عدد كنقسمو على واحد ما كيتغيرش، تيبقى هو نفسه. اذا شنو كندير؟ تندير المقام في المقام ا في سي، ها هو، و بي في واحد اللي هي بي. اذا هي ا في سي في بي. داكوغ؟ بروندر اون فراكسيون دان نومبر سي سي ميتيبلي سات فراكسيون بار سي. الوغ قالك هنايا بروندر اون فراكسيون دان نومبر سي، يعني تناخد واحد الكسر تاع عدد سي و تنضر سي ميتيبلي سات فراكسيون بار سي، هي ني كنضربو هاد الفراكسيون هاد العدد الكسري في سي، يعني ا بي كنضربوه في سي نيشان، يعني داك ا في سي مقسوم على بي. لاحظوا معايا 22 مقسوم على 7 مضروبة في 6 شنو كنديرو؟ هي 22 في 6 مقسوم على 7 اللي هي 132 على 7. إلا جينا نبسطوها راه هاد 6 هي 6 على 1، يعني غندير 22 في 6 و 7 في 1، لأن 7 في 1 هي 7. صافي تحطوها هما نيشان و تنحسب. كذلك هنا 5.2 مضروبة في 3 مقسوم على 2.8 شنو كندير؟ هاد 5.2 مضروبة في 3 مقسومة على 2.8 هادشي لي دارو، 15.6 مقسومة على 2.8. ألوغ نتمنى تكونو فهمتو هاد لابارتي هادي. تسناوني في لافيديو زويف إن شاء الله غنشرح ليكم لابارتي كينو غيست، ومن بعد غنديرو لي زيكزارسيس. تخي بيان.